أكيد بيحكي عن أطفال ليس لهم ذنب خلقوا في الحياة، يعني هم أطفال ذو احتياجات خاصة، وخاصة هذا الفيلم بيسلط الضوء على متلازمة داون. بيحكي عن معاناتهم بالبيئة بالمجتمع بشكل عام بظروفهم، يعني ونحن أكيد بنسلط الضوء على أنه ضرورة الرعاية والاهتمام فيهم بالمجتمع من خلال هذا الفيلم السينمائي الطويل. أنا بقول أنه نحن أهم ما نقدم 100 ندوة، نحن من خلال الفن ممكن نقدم رسالة ونقدم شيء لهدول الأطفال من خلال أنه نطور مواهبهم وإمكانياتهم، كل واحد حسب حالته ممكن يكون في منهم شيء فاعل بالمجتمع. كان دوري أفلام، كان دوري قلت منيح، كان القلت منيح حلو، وكان فيها كثير أنا فيها محلات فيها، تصوير فيها، ركض فيها. أنا كتير سعيدة بهذا العمل، وهي اللي أول مرة أنا بشارك أنا معها، وبتمنى بأنه تنعاد أكثر من مرة. الفيلم أنا كتير كنت سعيدة، وبالأخص بالدور يعني تبعي أنا أخذة طبعا دور داية موجودة فيه. هو قصة كتير فعلا هي محزنة، بس ما حقدر احكي لكم انا بتفاصيلها لانه حضرتكم هلا حتشوفوا الفيلم وحنشوفه نحن مع بعض، وراح تشوفوا قديش مهم هذا الفيلم. بالحقيقه هي كانت خلينا نقول اول تجربه طويله لي سينمائيا، يعني قبل كان في لي تجربه ضيفه بفيلم، وكمان كان عندي تجربه بفيلم قصير حصدنا حوالي 27 جائزة حول العالم، وأنا ترشحت فيه وقتها لمهرجان لندن للسينمائيين. هاي التجربة بقى الطويلة الأولى لإلي، وكانت مميزة على صعيد الدور، على صعيد قصة الفيلم. القصة كتير إنسانية، كتير حقيقية، وكتير حياتية، وكتير واقعية. ما بعرف شو بدي أقول عن تجربتي، بس بدي أقول لك إنه هي فيها شيء مميز، إنه كانت تجربة نسائية.